السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل ما نفتتح بهذا المؤتمر هو الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم عجل وليك الفرج. أعزائي أولياء أمور الطالبات وعزيزاتنا طالباتنا العزيزات، حصلنا نحكي ويا البنات لأن ثانويتنا ثانوية نور المجتبى النموذجية الأهلية للبنات. راح نعلن إن شاء الله عن مؤتمرنا وعن برنامجنا للعام الدراسي 2020-2021 اللي دائما نسأل عنه عن طريق التواصل الاجتماعي وعن طريق الاتصال اللي هو: أستاذ، ما هو برنامجكم لهذه السنة؟ وهنالك عدة أسئلة بهذا الخصوص راح يتطرق لها الحاج نهاد المتكلم دائما عن لسان الطالبات وما في قلب الطالبات وما يدور في عقل الطالبات، وأكون أنا إن شاء الله بخدمتكم وبشرف خدمتكم في هذا المؤتمر للإجابة عن كافة أسئلتكم. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ فؤاد رئيس مجلس إدارة ثانوية نور المجتبى. أستاذ، أني أريد قبل لا نبدأ بالمؤتمر أريد توضح لي الكلام إلى طالبات ثانوية نور المجتبى اللي ناجحات من الخامس للسادس، لو حتى اللي سجلن جديد هسه حاليا خلال هذا الشهر سجلن في ثانويتنا حتى يلتحقن بالسادس ويانا وتم تسجيلها رسميا يمنا، لمن هذا الكلام موجه؟ نعم، طبعا هذا السؤال مهم جدا ولطيف جدا. البرنامج هذا اللي راح نحكي حاليا وراح نتكلم به يخص طالبات ثانوية نور المجتبى الناجحات من الخامس للسادس اولا، وايضا يخص الطالبات المسجلات في ثانوية نور المجتبى في هذا الشهر. سجلنا طالبات عندنا، شعب سجلنا عندنا وعندنا شعب، هذا الكلام يشمل أي طالبة من تمية نور المجتبى أو تريد تنتمي إلى ثانوية نور المجتبى. تمام أستاذ، أنا راح أسألك أستاذ أسئلة وكأنما أنا طالبة من طالباتكم. لأن نعم، أنا طالبة من طالباتكم فاسمح لي بهذا الشيء. أستاذ، نعرف إحنا جائحة كورونا اللي هي استمرت من بداية الشهر الثاني ولحد الآن، وإحنا قلقنا كطالبات خامس ما نريد يفوتنا الموعد، قلتونا الدوام إن شاء الله 1/7 وإحنا على يقين بيكم وعلى ثقة بيكم، لكن الوضع الصحي ما سمح لي 1/7 ما سمح لي 1/7. شنو البرنامج اللي عندكم وشنو آلية العمل لدوام المدرسة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزاتي الطالبات، طبعا هذا سؤال مهم جدا، حج نهاد دائما يسأل الأسئلة اللي بقلب الطالبة. بالنسبة للدوام، إحنا حسب برنامجنا إحنا كإدارة وضعنا برنامج أنا وحج نهاد والمديرة، خلينا برنامج كمدرسة، برنامج يبدأ من 1/7، برنامج يبدأ من 1/7 حقيقة، لكن إحنا نشوف الظروف، ظروف جائحة كورونا وظروف الوضع الصحي في البلد. إذا فتح الحظر عن المدارس وعن المعاهد، طبعا بالمناسبة الحظر مو فقط عن المدارس، عن المدارس وعن المعاهد، وهذا كتاب رسمي وجهت لنا إياه مديرية التربية مديرية التعليم الأهلي. إذا فتح الحظر عن المعاهد راح ينفتح عن المدارس، فإذا فتح الحظر عن المدارس والمعاهد يبدأ الدوام 1/7 وحسب برنامج المخططين إحنا. هاي أولا. إذا ما انفتح إن شاء الله ننتظر 15 يوم ثاني أو 10 أيام أخرى، وأيضا نبلغكم إحنا، أكيد هو من يرفع الحظر رفع في إعلان ومؤتمر، وإذا ننتظر 10 أيام ثانية لغاية 1/8 هو أكيد إن شاء الله ما راح يبقى منها 1/8، مسافة طويلة. ينفتح الدوام إن شاء الله احتمال إحنا 1/7 برنامجنا، وننتظر تعليمات خلية الأزمة لأن ما نقدر نعتدي على تعليمات خلية الأزمة بصراحة حجي. زين أستاذ، زين الوضع إذا استمر لغاية 1/8 أو حتى 10/8، زين بهالحالة اللحق نخلص الكتب إحنا؟ اللحق العام أنتوا بديتوا صح، بديتوا من 10/6 بس كتدريس أساسي بدأ 15/6. السنة إذا صار الدوام لغاية 15/8 فرق شهرين أستاذ أو شهر ونص عن الدراسة، تلحقون تخلصون أستاذ؟ شلون ترتيبكم؟ شنو الخطط البديلة؟ نعم، طبعا هذا سؤال مهم جدا بالنسبة للطالبات، خاصة طالبات القلقات. أكو طالبات قلقات: أستاذ شلون أني وخاف ما يبدأ الدوام؟ بدي أطمئني، الدوام لو يبدي على كل العراق لو ماكو دوام. هذا أول حتى نهدأ، يعني حتى نهدأ. الدوام إحنا برنامجنا 1/7،
بدا 1/7 بدا 1/7 ما بدا 1/7 احنا عندنا خطه بديله. احنا طالبات العام يعرفون مستوانا ويعرفون قدرتنا على التخطيط وشلون نجحنا بتخطيط، وابد ما نهدأ لا ليل ولا نهار بالتخطيط. فاطمئنوا انتم بايادي امينه باذن الله تعالى. طالباتنا نحكي وياهم، بس اللي ما يعرفنا وسوى التقرير من نور المجتبى، بناتي عندنا خطه بديله تبدا 1/8 او 15/8. عندنا خطة بديلة اطمئنوا. اللي هي شنو؟ اللي هي أرد اطمئن أرد يعني أعرفها واقع حال. الخطة البديلة هي احنا العام من بدينا 10/6 السنة السابقة بدينا بواقع 5 أيام دوام، أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس، هاي بالنسبة للعام السابق يعني بواقع 5 أيام دوام. أما بالنسبة يعني جمعة وسبت عطلة، جمعة وسبت عطلة كنا العام، احنا كنا عطلة استراحة للطالبات. إذا تجاوز الوقت ل 15/8 أو ال 1/8 الخطة البديلة مالتنا نرفع يوم السبت، يعني يصير دوام. فحج يصير عندنا دوام سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس، يعني واقع 6 أيام. شو أستفاد أنا من الست أيام؟ حلو حلو، سؤال جميل، سؤال ذكي. الست طبعا هو حجينا طبعا دائما يحكي له بقلبكم أدري بي. الست أيام هذا اليوم الزايد على عموم السنة الدراسية راح يوفر لي من 30 إلى 35 يوم دراسي فعلي، من 30 إلى 35 يوم دراسي. وأنا عارفه الشهر 20 يوم دراسي. ها مو 20 يوم، 22 يوم دراسي بدون جمعة وسبت. نعم. هسه راح نضيف لك 35 يوم، يعني إذا بدينا 1/8 أو بدينا 15/8 إحنا وكأنه رجعنا 20 أو 15/6. اه تمام. فكأنه ما عندنا اي اشكال، يعني فقط راح يعني نشيل يوم عطله من عندكم، يعني فقط. الطالبات العام اللي داومن 15/6 اي نعم نعم، واني اداوم 10/8 لانه لغيت يوم السبت صرنا متساوين بالمنهج نمشي. اه بالضبط متساوين، وانما خليكون مو على حساب المنهج، التقدم بالمنهج اريد النوعيه الطريقه انا همشي النوعيه نفس الهدوء. اذا تستشيرون الطالبات الوجبات مال هاي السنه الفاتت راح تشوفون النوعية شلون نوعية رائعة، شلون الأساتذة قدموا كل العطاء لعدهم، شلون طالبات قدمت كل العطاء لعدهن، شلون التفاعل كان مع العائلة والطالبة أول أمر الطالبة والإدارة. حقيقة كان تفاعل رائع، كانت المدرسة تمشي بخطى ثابتة. السنة إذا بدأ الدوام 1/7 أو بدأ الدوام 1/8 أو بدأ 15/8 تبقى نفس الخطى ثابتة. هذا تعهدنا أمام الله أولا، وامام اولياء الامور ثانيا، وامام كل من يشاهدنا ثالثا. زين استاذ اني اريد اني هسه واثق بكم انتم ابائنا، واثق بمجهودكم إن شاء الله. وبينتوا هذا على طول السنوات السابقه انه لما طلعتوا النجاحات اللي طلعتوا 42 طالبه طبيه بالسنه الاولى تمام. والسنه الثانيه 47 طالبه بالدور الاول و67 طالبه صارن بالدور الثاني، رفعت كلية 70 طالبة إن شاء الله، وإن شاء الله 100 ومن أوائل العراق. هذا كل شيء مشهود لكم، وما تركتوا طالباتكم على قدم وساق. نعم. من جائحة كورونا بالثاني بشهر الثاني حولتوا إلى منصة إلكترونية على مستوى محافظة واسط، بل وأنتوا أول منصة إلكترونية على مستوى العراق. هذا شيء مشهود لكم. ولحد البارحة خابرني دكتور حسام رئيس جامعة واسط حالياً اللي كان عميد كلية الطب لغاية البارحة خابرني تقريبا أنا وياه، ويتشكر جزيل الشكر نيابة عن العوائل، يتشكر جزيل الشكر على المجهود اللي مبذول من قبلكم. نعم شكر التقييم حقيقة يعني دكتور رائع. دكتور حسام من يقيم تقييم علمي حقيقة علمي، يعني إنسان مخلص بعمله فيحب حلو. المجتهد والمخلص بعمله إلى آخره. زين استاذ أريد تجسد لي عمليا نقدر نكمل المواد، إحنا العام راجعت لهم 3 مرات. نعم. السنة إذا بديتوا من 10/8 أو 1/8 أو حتى لو أسوأ الظروف 15/8 تخلصون المواد استاد، وشلون بيا طريقة؟ وما أريد عجلة، يعني البرنامج. أريد شلون كنت تطي العام ورقة تحضير. نعم. نعم. وامتحانات وكوزات عندكم هاي الآلية إذا البرنامج استمر ل 15/8. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا السؤال اهم سؤال هو حقيقه في هذا البرنامج، هو ما هو برنامجكم يا ثانويه نور المجتبى؟ طبعا بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى وثقتنا بالله، وباعتماد على ثقه العوائل بينا، العام الماضي الله وفقنا سبحانه وتعالى وراجعنا المنهج كامل، وراجعنا مراجعه ثانيه حاليا على البث المباشر كملناه، وحاليا بالمراجعه الثالثه راح نبلش، واما المراجعه الاخيره تبقى مع الطالب. فاحنا العوائل لها ثقة تامة بينا، أريد هاي الثقة تستمر وإن شاء الله تستمر. فاطمة أنه تبعيدي أمينة. برنامجنا إذا 1/7 أو إذا 1/8 أو إذا 15/8 خلي يطمئن الطالب، لحد 15/8 ماكو أي قلق إن شاء الله. زين
من نبدي 1/7 أو 1/8 أو 15/8 راح نخلص المناهج بفضل الله تعالى بواقع 6 أيام، إذا من 1/8 بواقع 6 أيام بالأسبوع، نخلصه نهاية الشهر 12 حجي أو بداية الشهر 1 إن شاء الله، يعني قبل نصف السنة. قبل نصف السنة، نصف السنة أكيد راح تندفع السنة، راح أصير احتمال بداية الثاني 1/2، فقبل نصف السنة بشهر احنا نكون قفلنا المواد بفضل الله تعالى. المواد 7: إسلامية، عربي، إنجليزي، أحياء، رياضيات، كيمياء، فيزياء. المواد 7 وببطء أستاذ، بهدوء تام، بهدوء تام، ونضمن لكم 100 من أول محاضرات. أنت راح تقولي أستاذ أنا على هالبرنامج راح أخذ 100 حقيقة يعني، وإحنا معروفين على مستوى المحافظة كعوائل، يعني عوائلنا معروف على مستوى المحافظة، وكذلك مديرتنا، وكذلك الأساتذة الرائعين معروفين على مستوى المحافظة. يعني خلوها ببالكم، القبل كان يقولون بالجيش الوحدة بآمرها، فإحنا الأمراء مال هاي الوحدة بفضل الله وهالبيت. اطمئنوا احنا من عوائل معروفة وكلمتنا معروفة، والعوائل كلها الشيد بين القاصي والداني بإخلاصنا بالعمل وتفانينا بالعمل وثقة عمياء، الناس لهم ثقة عمياء بينا. من خلال هالبداية اللطيفة خلوا ثقتكم بينا إن شاء الله، مثل ما خلوا ثقتهم بينا العوائل عام 2017-18 وعام 18-19 والسنة 19-20. حرين ريدكم انتوا 2020-21 ايضا تخلون ثقتكم بينا، ومديرتكم معروفه سيستر سينج علم الاعلام المحافظه. زين البرنامج يبدي حجي يخلص قبل نصف السنه باذن الله تعالى، بفضل الله تعالى. عندنا شهر، طبعا هاي تعتبر المراجعه الاولى، قفلنا المناهج. عندنا شهر نعدكم مراجعه ثانيه لكن لنصف السنه. نصف السنه راح ندخل ثلثين المنهج بنصف السنه، يعني بواقع 60 الى 65% يدخل، وهو اهم جزء من الانجليزي ومن العربي ومن الفيزياء ومن الكيمياء ومن الرياضيات ومن الحياة. لو تسألين المدرسات أو تسألوا المدرسين والمدرسات مالتكم راح يقول لكم، أو الطلاب القدماء راح يقول لكم أهم فصول، 3 فصول من كل مادة. فإحنا راح نمتحنكم بالمراجعة الثانية الشهر قبل نصف السنة بأهم المواد اللي بالوزاري، أضغط المواد اللي تحصل من 60 إلى 65 درجة. هاي واحد. وراها نمتحن نصف السنة، راح نشوف الطالب، أسئلة وزارية طبعا ثقيلة، راح نشوف الطالب وين ضعفه، وين الخلل مالته، وين الاخفاق صار عنده. عندنا مراجعه اخرى ما بعد امتحان نصف السنه، بعد ما تقعد لجنه نور المجتبى وتصير تقييم شامل اذا الله سهل لجميع الطالبات. ورا نصف السنه عندكم عطله استراحه 2 أسبوع، نبدي بالفصل الثاني كله فقط مراجعه. مراجعه من الشهر الثاني 15 يعني الكورس الثاني. الكورس الثاني كم مراجعه راح يصير لنا بالكورس؟ الكورس المراجعه الاولى خلصنا المناهج، الكورس الاول، الكورس الاول قبل نصف السنه مراجعه، لنصف مراجعة السنه ثانية. بعد نصف السنه الكورس الراجعه كامل، مراجعه شامله لغايه 1/4، مراجعه ثالثه، مراجعه لغايه 1/4. من 1/4 المدارس والدورات كلها تطفى، كلها تقعد بالبيوت، احنا لا ما نقعد ولا نخلي طالبنا يقعد. من 1/4 تبدي مراجعة شاملة لكل المنهج إن شاء الله. إذا عندك سؤال عن مراجعة شاملة أستاذ، مو أنا أكو فد شغلة يعني المراجعة الشاملة أساني افتهمت من عندك الكورس الأول مراجعة أولى مع مراجعة ثانية مركزة، نعم، والكورس الثاني عدي مراجعتين لغاية 1/4 مركزة، نعم، وبعدها واحد أربعة مراجعة بامتحانات. لا لا أنا أريد أسأل على بعد 1/4، بعد 1/4 لأنه 1/4 معاهد مدارس الكل تقعد، الكل تقعد. أنا أسأل بعد 1/4 تركوني لغاية نهاية السادس الامتحان الوزاري، تقولوا لي مثل باقي الدورات والمدارس تخلوني وحدي بالطريق؟ لو لا عندكم آلية مراجعة خاصة بطالباتنا أو طالبات المحافظة، شلون هسه سويتي بالبث الإلكتروني؟ أريد هذا أفهمها إن شاء الله. طبعا هذا سؤال أهم سؤال من الأسئلة المهمة في آلية البرنامج. طبعا هذا هسه المبتدئين ما يعرفوا، بس اللي مروا بهاي المرحله طالبات نور المجتبى يعرفون برنامجنا ويعرفون شلون ما عرفنا طالباتنا. بناتي احنا بالجروبات ننتهي للطالب لحد 1/4 حقيقه، يعني بالدورات نكمل منهج، يكمل منهج، نبدا نراجع على مراجعه بسيطه على طريق بس فقط امتحانات. العده السؤال يقول لنا يتصل بينا، هذا نظام المدارس الحكوميه 1/4 يطلعون اذا مو 20/3. الجروبات من يكمل منهج يسوي لك امتحان، امتحان ويقول لك الله وياك، من 1/4 تنقطع. ليش؟ لان نبدي وانا واحد منهم طبعا، نبدي شنو؟ نبدي نستلم السنه اللاحقه، يعني سنه جديده نلتي بالسنه الجديده، بعدين انتم تروحون وحدكم تراجعون باعتبار ضبطناكم. مدرستنا لا،
لا هو اصلا يبدا الشغل من بعد 1/4 حقيقه، يعني لو تسالوني انا يبدا الشغل من 1/4. ليش؟ اللي اخذناه بالثمان اشهر او التسع اشهر هسه راح يترجم عمليا. فمن 1/4 تبدي مراجعه، مثلا نعطي لكل درس ايام محدوده، مثلا اخذ مثلا ماده الاحياء، نعم احنا السنه اعطيناها مراجعه 15 يوم على سبيل المثال، المفروض انا اضرب انجليزي او انجليزي، خلينا ناخذ مثلا، لا خلينا بالاحياء لانه اريد اني شويه الاحياء الوراثه وفصل الثالث مسوي عقده عند الطالب. لا ان شاء الله ماكو عقده. الفصل الاول بالاحياء راح نعطيك الاحياء 15 يوم للمراجعه مالته، نعطيك 3 ايام للفصل الاول، هو 6 فصول، نعطيك يومين للفصل الاول، يومين للفصل الثاني، 4 ايام للفصل الثالث، يومين 4 ايام للوراثه. هذا تصفيتنا، هذا ترتيبنا ان شاء الله. استاذ يعني شنو تعطيني يوم؟ يعني يومين تقول لي مثل تعال افتهمت مثل الفصل الاول راح نعطي يومين، يومين الجزء الاول من الفصل الاول تقرا، انت تقرا تجيني الساعه بالعشرة الصبح، عندك امتحان بالعشرة الصبح قبل ساعه المدرس يراجع لك، خاف عندك اشكال صار مراجعة للفصل، مراجعة للجزء الاول من الفصل، الاول نعم. تمتحن بالتسعة العشرة المدرس يراجع لك اياه، انت قبل يوم قاري، بالعشرة تمتحنه، بالدعش يخلص امتحانك، تصحح الاوراق او الدفاتر حسب الواقع اللي راح نرتقيه بعد 1/4 ان شاء الله، حسب الوضع بالعراق طبعا، وضع بالعراق متقلب. احنا حاطين فكره يعني خطه لكل عمل ان شاء الله، لكل طارئ عندنا خطة بديلة، خيارات كلها مفتوحة إن شاء الله. نبدي ثاني يوم بالجزء الثاني، أيضا الطالب يقرأ واحدة، يجي بالتسعة المدرس يسوي له مراجعة، بالعشرة الامتحان، بالدعش نستلم الأسئلة، بالدعش وربع نفتح بث أو إذا موجودين طلاب يمنا نقولهم وين أخفاقهم، وهكذا لباقي الفصول. زين انت قلت الفصل الثالث اسوي 4 امتحانات. نعم نفس الفصل شتت 4 امتحانات. لا بالنسبه للفصل الثالث نعم ايه؟ نعم هذا السؤال يعني صعب غفرت عنه. بالنسبه للسؤال الفصل الطويل مثلا بالنسبه للعضويه للكيمياء، بالنسبه للفيزياء ايضا الفصل الثالث، اصلا هم مطول عندهم. لا خليني بالاحياء استاذ، الاحياء لانه الفصل الثالث، هو يعني المطول مو عارف الثقل واللي عليه 45 درجه من ننجز 4 ايام زين ورا نرجع نلمه بامتحان شامل حتى الطالب يضب بالبال. يعني الطالب ما عوفه، يعني 1/4 ما عوفه، اظل ويا ليله الامتحان اني ادق ويا امتحانات، تجزل لي 4 امتحانات وترجع النوم تلمهن بامتحان واحد، الامتحان واشوف ضعفه وين. ومن نخلص الاحياء مثلا 12 يوم 13 يوم خلصنا، 15 يوم خلصنا، نرجع نعطيكم 3 ايام وورا امتحان شامل للكتاب كله. الكتاب كله رائع، مراجعه رائع اولى المنهج رائع. يخلص بالشهر الواحد مراجعه قبل نصف السنه، نصف السنه تعتبر مراجعه، ما بعد نصف السنه لحد 1/4 مراجعه شامله مع الامتحانات، ونبدا من 1/4 نبدا الطالب بعد نذبه بالساعه واحده زين الساعه يراجع ويمتحن، يراجع ويمتحن منعوفه احسن من يعني ما نلتهي بالسنه القادمه، طلاب السنه القادمه لا، طلابنا نسلمهم الباب الامتحان يلا نعوفهم، يلا نحير بالوجبه الثانيه، هاي ياخذوها من عندنا ان شاء الله. زين استاذ انا عندي سؤال يعني هذا يجوز دائما يطرأ في عقول واذهان كثير من اولياء الامور وكثير من الطالبات اللي هو انا هسه بمدرسه فلانيه أنا ما أريد أجي النور المشتبه. أنا بالمدرسة الفلانية ومتأقلمة وصديقاتي بها طبعا كليتين. بالمناسبة قبل لا تكمل يعني يجي نور المشتبه أو ما يجي نور المشتبه، حتى حكاية أحكيها. إحنا حاليا بعد لنا كم طالبة يغلق القبول لاكتمال عدد المحدد إنه كإعدادية ثانوية نموذجية، يعني مو جيب وحط يعني حشي طلاب المهم آخذ عدد، لا مو صح هذا. العدد اللي احتاج اني والمستويات اللي ارتيها اني اخذها حتى ابدع بها، العدد راح يكتفي ان شاء الله عن قريب، يعني على عدد الاصابع حقيقه. لعد هذا البرنامج ليش اسوي؟ جاء اسوي طلاب مدرستنا اللي ما اقدر التقي بهم، ما اقدر التقي نتيجه الحظر، وطلاب الطالبات السجلوا اللي ما اقدر التقي بهم حق ما اقدر اجمعهم، اقول لهم تعالوا خلي اسوفكم شنو برنامجي. فارتئت البرنامج ابثه على العام حتى القاصي والداني عرفه، وربعنا واصحابنا واصدقائنا اذا عدى اشكال على البرنامج حتى هم يعني يعطيني اشاده، يعطيني راي، اصحاب الخبره، اصحاب الراي، اصحاب العقد، الخبراء مجال التربيه، صدورنا مفتوحه لهم لاي تحسين او تعديل على هذا البرنامج، ولو برنامج يعني محكم بس بالنسبه لنا محكم، بس اصحاب العقد والراي اي انسان عنده
رأي يساند هذا البرنامج، احنا بخدمته. حقيقة هذا البرنامج عقدناه لطالبات مدرستنا والمسجلات فقط على عدد الأصابع، ويغلق القبول في ثانوية حتى تكون بالصورة يعني. نعم نعم, نعم. زين أستاذ، أرجع السؤالي، أنا طالبة بالمدرسة الفلانية، أنا ما أريد أنتمي لمدرستكم حاليا، عندي هدف، أنا شو أقول؟ أقول أبقى بمدرستي وأدخل دورات في أي معهد أو في أي جروب أو في أي مكان، أدخل دورات ها، واني بالتالي المدرسه مالتي والدورات ممكن تخليني احصل طبيه. شنو فرق مدرستكم اذا اجيت اني عندي طاقه، نعم، اريد اجي للمدرسه او ما اريد اجي؟ شنو الايجابيات اللي عندكم اللي اني اقدر من خلالها اقول لا مدرسه نور المجتمع اني عندي طاقه بالمدرسه والمعهد انه اقدم، لكن عندي سلبيات وعندي اجي نور المجتمع، شنو الايجابيات اللي تمحي هاي السلبيات اللي ما تخلي لها وجود؟ فكيف اقارن ما بينكم وما بين هذا سؤال مال واحد جصاني. حقيقه انا ما احب اجاوب على هذا السؤال يعني، بس مضطر اجاوب لان انا مدرستي غلقت يعني بعد كم طالبه وتغلق المدرسه، ما اريد يعني اثير فد شيء. ما سؤال للسنوات السابقه انه اجي نور المجتمع او ما اجي؟ اي مو انا هسه احكي بصوره عامه، انا كمدرس خصوصي وانا كمستثمر بمدرسه. حقيقه بناتي احنا بدينا البرنامج العام من 10/6 حتى لا نثقل كاهل العائلة أول أمر الطالب، ودي بتك للدورات جيبها للدورات، سو جيب لها لفة ودي لها اللفة، لازم تبدل لازم خط، لازم ودي لازم جيب، لازم عينك على وديها للجروبات وديها للمشروع، وبتك تطلع من الصبح ترجع بالليل. هذا كان معمول بالسنوات السابقة. نور المجتبى من إجت ببرنامج الجديد حقيقة لاقت نجاح منقطع النظير. ليش؟ ولي أمر ارتاح، يجي بنتي فقط مدرسة، بنتي انت راح تداومين معهد، نعم، وراح تتميزين بالمعهد، نعم، لغاية 1/10. وسألوا الطلاب السنوات السابقة لغاية 1/10، بعد 1/10 راح يبدي ضغط. أنا بالإنجليزي بالدورة وصلت يونت 3، بالمدرسة أم المدرسة تريد يونت 1، يعني راح تحضري لي باليوم مادتين 5 يونت 3 ويونت 1، شو تلحقين يا بنتي؟ عندك 6 دروس تاخذيهن باليوم و6 دروس تاخذيهن بالمدرسه، راح يصير طالب عنده دوامين باليوم الواحد. والله العظيم بناتي اولياء الامور، اولياء الامور راح يطلعوا من الساعه 7 بناتكم، يرجع على الساعه 7 بالليل، وانتم احرص على بناتكم من عندنا. هذا البرنامج وجد لتهدئه الطالب، لرفع المعاناه عنه. حقيقه يعني ما نريد معاناه للطالبه، الطالب هي البنيه اصلا تصير ضعيفه يعني. ليش ما تجي نور المجتبى؟ حتى لو ما تجي نور المجتبى، هذا البرنامج راح يريحها نور المجتبى، يريحها بشكل. أما إذا بقت بالحكومي، نعم، وإجتي معهد ما عنده مشكلة، الطالب مخير، بس بعد 1/10 راح الطالب يتدمر. ليش؟ يريد أبو المدرسة يريد تحضير، وأبو الدورة يريد تحضير، أبو المدرسة يريد كوز يومية امتحان كوزات، نعم، وأبو المدرسة يريد كوزات حتى يمشي زين، أبو المدرسة عنده طريقة ويريد طريقته وخاصة المواد العلمية، أبو الدورة يريد طريقته ويقول لك أنا متميز، والمدرسة تقول لك أنا لعشبية زين، فراح تقرأ هذا بالفصل الأول وهذا بالفصل هذا الفصل الأول هذا الفصل الثالث هذا خامس وصل، فراح توقعون بمعمعة ومشكلة وقهر وأذية يعني. استاذ بالحالة إذا هيك ما راح أقدر أراجع لا ورا مدرسة المدرسة ولا ورا مدرس الدورة. نعم يعني تصور الطالبة تطلع من 7 الصبح ترجع بالساعة، ما عندي وقت، شبقى بي لا شبقى هي الطاقة وينها بعد؟ طاقة وينها؟ صح، صلاة وغدا وعشاء هذا كله ركض زين، ترجع بالبيت ملابس المدرسه خطيه من الصبح لليل، احنا نشوف بالمشروع بالجروبات كلش تعبانات. عزيزي ولي امر الطالبه، بناتي حقيقه مو تشجيع عن شيء، وانما برنامجنا وجد لراحتكم، ولا لو تحسبوه نفس الفلوس، نفس الفلوس الخطوط. اسمح لي بسؤال ثاني. نعم تفضل. احنا نعرف طبعا اسئلتك كلها جوهريه ومن صميم في صميم قلب الطالب حقيقه. احنا نعرف كل سنه ثانويه نور المجتبى عندها تغيير بالكادر التدريسي نسبه 10% 20% 30%، بعد هاي متطلبات الدراسه تتطلب، نعم، انه الافضل فالافضل فالافضل. انت شلون تقرون قراءه كل سنه عندكم قراءه وتبدون ارائكم الصحيحه واللي هي اكيد يعني بمصلحه الطالب 100%. اكو طلاب اجى على مدرس معين قال انا جيت طبيت المدرسه على مدرس معين، نعم،
الآن هذا المدرس انتمى إلى مثلا معهد ثاني مدرسة. خرج من المدارس، احتمال حتى ما دخل بمدرسة ثانية، مرض، تعب، مرض، صارت عدة ظروف، ما التحق بالمدرسة. هاي السنة عندكم تغيير بالكادر التدريسي؟ نعم طبعا. بالنسبة لهذا السؤال سؤال جوهري يخص الطالب الصف الخامس ودائما يثير القلق. هنا أحب أنوه على نقطة واحدة إلى طالبات العزيزات، أنت جاي تنتمين إلى مدرسة، إلى كيان كامل، ما تنتمين إلى مدرس واحد. المدرس واحد ما يضيف لك شيء. إحنا هنا تيم كامل، إحنا فريق كامل. يعني أبو الإسلامية إذا مو زين، حتى لو تأخذني بكل هنميات تبقين أنت مو زين بالإسلام، ما راح تحصلين الطبية. إحنا فريق تيم كامل، مدرسين كل سنة أكيد 10% نسبة تغييرات بكل مدرسة الحكومة والأهلي. أكيد مدرس تعب، مدرس ما له خلق، مدرس عزف عن التدريس، مدرس شاف له غير مدرسة، مدرس يريد يدرس في معاهد فقط، هذا فتشي متوقع كل سنة. بس خلي بصورة الطالب، أذهان الطالب، فالنقطة مهمة. في عام 2017 بدينا بكادر، والكادر كان متميز حقيقة. طلعنا طبية 42 طالب. 2017-18 غادرونا مدرسين، إذا تتذكر حجي نهاد هم نسبة 20% صار مغادرة، غادرونا مدرسين، التحقوا ويانا مدرسين. كنا أربع شعب صرنا ستة شعب، كنا أربع شعب صرنا ست شعب، زاد عدد الشعب وحصلنا مدرسين كفاءة رائعين على مستوى المحافظة. ابني لا تبني آمالك على مدرس واحد. وطلعت يعني وطلعت 47 طبية السنة الثانية ودور ثاني صار 67. هاي بالنسبة للسنة الأولى. بالسنة الثانية أيضا مدرسين غادرونا نسبة 10%، وأجوا مدرسين. إحنا ما نقدر المدرس لازم أقول له لا تتمرض، لا تبطل، لا تسافر، ما يصير هيك شيء. أنا عندي نسبة 10% لـ20% من التغيير في كل مدارس العراق، هذا الحكي كل مدارس العالم. بالسنة الثانية صار عندي تغيير نسبة 10%، عدد الشعب زاد عندي صار 7 وبعدين صار 8، بس الثامنة احنا لغيناها. والطبية 6 العفو، والطبية صارت 67 طالبة، العدد زاد ويا الدور الثاني. مضبوط. السنة الفاتت هم صار عندنا 10% اختلاف بالمدرسين، بعض الطالبات الساد إلا هذا إلا بتي. أنا عندي مدرس رائع متميز، الراح مدرس أهلا وسهلا بي، راح الله وياه. اللي جاي بعاني مدرس رائع، أنت جاي الكيان مدرسة كاملة، هذا الكيان يخب المدرس. هسه غادرونا السنة مدرسين، نعم غادروا مدرسين نسبة 15%، اجونا مدرسين الراحة والله ومحمد وعلياهم كل الحب والاحترام والله يوفقهم، وكل من إلى أعذار الخاصة بي. يعني أخو ما أقدر مدرس عني، أخو ما مشتري. أجونا مدرسين رائعين ممتازين، لهم باع طويل في مادة السادس، طلعوا ميات في السنوات السابقة على مستوى المحافظة معروفين. نفس الشيء 17-18 غادروا المدرسين، أجوا مدرسين. الطبية صعدت عندنا وعدد الشعب زاد. 2018-19 غادروا مدرسين، أجوا مدرسين أيضا أكفاء، ايضا نسبه صعدت عندنا، نسبه الكليه صعدت. السنه غادرونا مدرسين السنه الفاتت، هاي هسه حاليا اللي بعدهم عم تحنين. ايضا السنه نتوقع من 70 الى 80 او 100 طالب تطلع طبيه. يعني كادر 17 يختلف عن كادر 18 يختلف عن كادر 19. شوف المدرسه تظل تحافظ، ما فاتحين مدرسه على استاد فلان او استاد فلان، لا احنا فاتحين مدرسه لكل الطالبات ولكل صرح علمي تربوي حقيقه شامخ في المحافظه. فلا تظلين مشلبة مدرس ومدرسين، خطأ. أنا أوفر لك إدارة رائعة وكادر رائع وطالبات الوياج قاعدات طالبات رائعات، وحقيقة كل شيء هنا متميز عندنا بالمدرسة. فأنت إذا تردين على مدرس واحد وتبطلين من المدرسة، الله محمد عليك، أنا ما باني مدرسة على مدرس واحد. وروحي دوري وين تلقي، روح دوري شي خصك. أنا أتعهد لكم أمام الله وأمام الشاشة حاليا وأمام المتلقي، المدرسين اللي اجيبهم كل سنه يطلعون 100. 17 تعهدت وطلعوا 100، و18 تعهدت وطلعوا 100، و19 تعهدوا هسه راح يطلعون 100 اكبر نسبه. وهاي السنه هم اتعهد المدرسه بدي تبقى صرح علمي ثابت، يروح مدرس يجي مدرس، يروح واحد من اعلام المحافظه يجي واحد من اعلام المحافظه. المحافظه ولاده، ما توقف على مدرس، محافظة ولادة، ومحافظتنا بيها طاقات شبابية يعني حقيقة، بس الطيني مادة وأفصخها لك تفصخ. فلا تعتمدين على واحد،
اعتمدي على المدرسة، خلي أمامك سياسة كاملة، سياسة مدرسة، وخليها ببالك. ترى الدوام الحقيقي والشغل الحقيقي يبدي من بعد 1/4، هو نظام المراجعة لهذا اللي كلها راح تبرى منكم بعد 1/4 إلا المدرسة. شلون الكل يتبرى منكم إلا أهلكم؟ احنا ما نتبرى منكم، خاصة ما الكل يعطي مادة قبل 1/4، الكل يعطي مادة، بس ما بعد 1/4 الكل راح يودعكم. الجروب والخصوصي والخاص والعام يقولك انا بعد راح تستلم السنة الأخرى. اذا احتاجيتيني عود على سؤال، انا بالخدمة، يقولك انا بالخدمة، تحتاجيني اسوي امتحان ما ادري شنو، بس ما راح يلتزم مثل ما نلتزم احنا بمدرستنا. بتي خلي انتمائك الى كيان كامل، خلي انتمائك الى مدرسة، والمدرسة امام التربية مساءلة، امام الله مساءلة، امام العوائل مساءلة. واضح؟ هذا كل ما موجود عندي بالنسبة للمدرسين. لا تعتمدون على مدرس واحد فقط، المحافظة ولادة، كادر 17 يختلف عن كادر 18 عندنا وطلعنا طبيات بنسبة اعلى، كادر 18 يختلف عن كادر 19 طلعنا طبية اعلى، كادر 19 يختلف عن كادر 20 وطبية اعلى، وكادر 20 يختلف عن كادر 21 وطبية اعلى باذن الله تعالى. وهذا عهد من ادارة نور المجتبى، استاذ فؤاد واستاذ نهاد والمديرة سرسين، واحنا بخدمة طالباتنا. بس تقلقون، القلق في شيء طبيعي، 3% 5% قلق، لكن 95% خلوا ثقتكم بينا، واحنا نريد ثقة كاملة 100%. خلي ثقتكم بمدرسكم وبإدارتكم، لا تظلون تركضون ورا مدرس واحد واثنين. احنا مؤسسة تربوية شامخة، والكل هسه اذا تسأل بالمحافظة يقول لك انا عندي بنتي اريد اوديها مدرسة، اول ما يتبادر ذهنك وين تقول له؟ نور المجتبى. نور المجتبى، احنا نور المجتبى، احنا نور المجتبى، احنا الطالبات اللي من برا ديجا نسجل نور المجتبى. إيش حال أنتوا طالبات نور المجتبى لتعرفون قابلية المدرسين وقابلية المدرسات وقابلية إدارة؟ فأنتوا المفروض تقتنعون أكثر من البرة، هم البرة مقتنعين بنا 100% وديجونا. أستاذ مواني، المشكلة علي ضغط صديقاتي، أنا دخلت دورة، أنا رحت لأستاذ فلان افتهمت عليه، أنا رحت على أستاذ فلتان افتهمت عليه. هي هنا المشكلة، مو بالضرورة أنت افتهمتي على مدرس لازم بتعمك هم تفتهم عليه. احسنت. ابدا مو بالضروره. احسنت. عندك عقل واستقبال وعندها عقل واستقبال، كل واحد يختلف عن الثاني، ميزات العقل تختلف، واحد شاطر واحد اقل شطاره، واحد اقل، واحد كسلان، واحد متمارض، واحد يمرض، واحد حسب الاستيعاب مالك. فالمدرس الفلاني يقدر يوصل فكره يوصلك 60%، الثاني يوصلك 70%، الثالث يوصلك 80%، الرابع يوصلك، انت استيعابك وقدرتك وطريقه الاستاذ اللي نجيبه احنا قمه بالصداره، لان احنا ما نقبل غير المية، شعارنا الا 100 وعلى باب الطبيه، هذا الشعار ثابت منا الى اخر عهدنا وياكم الا 100. فما اجيب لك مدرس غير بس يحافظ لي كمؤسسه انه ابقى بالصداره، لازم يخليك غصبا عن المدرس بطاقته بجهده العالي المتواصل، وغصبا عن الطالب بطاقته وجهده العالي المتواصل، ان اثنيناتهم هاي الجوهرات تلتقي تولد لي برق لماع اسمه كليه الطب، تخرج من ثانويه نور المجتبى. نعم، دكاتره كلهم، الاطباء، الاساتذه، المهندسين، الطبقه الرائعه، الطبقه الراقيه، المثقفين، جميع الطبقات تشيد بكادر ثانوية نور المجتبى في ظل المؤسسة التربوية. فإذا خرج فلان ودخل فلان فأعلمه أنه الخرج من عندنا فهو متميز، واللي دخل فهو متميز، والمحافظة ولاده، والمحافظة ولاده. هاي واحد، هاي واحد. ثانيا، اللي أجوكم كلهم متمرسين في تدريس الصف السادس، يعني أقل واحد عنده خبرة، أقل واحد عنده خبرة 20 سنة صف سادس، أقل واحد عنده خبرة 20 سنة صف سادس، يعني فلس المادة تفلس. أنت شفتي أستاذ فلان بس ما شفتي أستاذ فلان، شوفي إحنا من بدينا بث مباشر وجبناكم مدرسين جدد حتى يساعدون بالتصحيح، من بدأوا يشرحون شرحوا المواد على متعجبتوا بهم، سألوا طلاب السادس أعجبكم، نعم هذولا مدرسين كانوا منعشنا ما نعرفهم، بس هذولا فخر بالمحافظة، أبدعوا في إيصال المادة. إحنا ما نجيب لكم إلا مدرسين مبدعين، اللي يودعنا الله ومحمد وعليه وكل الحب والاحترام إليه، واللي يجينا أهلا وسهلا به. اذكروا هسا إحنا تقريبا قبط العدد، يعني على عدد أصابع اليد إن شاء الله. أي طالب أجت من خارج نور المجتبى وسجلت، صدقوا بالله ما حد سألنا عن مدرس،
ما قال من أول الكيمياء، ما قال من أول الفيزياء، ما قال من أول الإنجليزي، ما قال من أول الرياضيات. يعني يحكون وياي أنا أستاذ فؤاد أبو الإنجليزي وما يعرفون أنا درس إنجليزي، بس من أقول لهم أنا أستاذ فؤاد؟ مو أستاذ فؤاد سامعين بيك وسمعتك الطيبة. لا، والفرحة اللي بعيون الطالبات لما تم قبولهن بثانوية نور المجتمع. حقيقة يعني حسينا وكأنه اللي نقبلهن وكأنه قلنا له أنت قبلت طبية. فبناتي الخارج نور المجتبى والداخل نور المجتبى. نور المجتبى علم من أعلام المحافظة، تمسكوا بها ونوبات تطلع حكي منا ومنا، هذا لازم نفرض ما يأثر بكم. ولا طالبة إجا سجلت بنور المجتبى وسألت عن منو كادركم، هاي الكلمة فخر إنه، فخر إنه إحنا جاي نشتغل كتيم كامل، فريق متكامل في سبيل إيصال طالباتنا إلى المية. وبعد هي أي كلية تعجبها تعجبها، ها ما موجود في جعبتنا بالنسبة لتغيير المدرسين لكل سنة. نعم كل سنة يتغير مدرسين وكل سنة نسبتنا تصعد وكليتنا تصعد وتفوقنا يصعد بفضل الله تعالى. استاذ قبل لا تذكر لي ثانية الجروبات، نعم ايه أنا أرد أسأل ايه. أنا أرد أسأل أنا هاي من 1-7 هسه صديقاتي كلهم فلانة تريد تدخل دورة وفلانة تريد تدخل دورة، أنا ليش ما أدخل دورة منها لما يصير دوامكم؟ ليش ما أدخل جروب ببيت 12-13 طالبة أو 10 طالبات أو 8 طالبات ندخل ببيت جروب؟ شنو راح يسبب لي إيجابية لو سلبية؟ يفيدني نعم. لو ما يفيدني؟ نعم هذا 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 سؤال جيد لطالبات نور المجتبى فقط. نعم أنا لا أحكي فقط طالبات نور المجتبى، ما عليه بغير نور المجتبى، ادخلوا جروبات، لا تدخلون جروبات، دخلون دورات، ما تدخلون دورة، هذا شيء يخصكم، هذا شيء يخصكم. لين اتعدنا برنامج برنامجي يعني. وأنا ملزم أقدم برنامج لطالباتي، فأي وحدة تلتحق بنور المجتبى هو هذا البرنامج. بناتي عزيزاتي أولياء الأمور، الجروبات راح تبدي كل العصر، أنا دوامي راح يبدي من الساعة 11 حجي صباحا لغاية الساعة 4:30 عصرا، ندي 10 الصبح 4:30 راح أنا أدرس. زين الجروبات ما راح تنفتح، تنفتح بالبيوت قصدك، يعني ما حد ممنوع ينفتح، مثل ما مدرسة ممنوعة ما حد ممنوع ينفتح، هذا قانون يعني ما حد يقدر يتجاوزه. هاي واحد. أنت أضمنين الجروب 14 طالبة أو 10 طالبات يا ولي أمر طالب، تضمن ما يصير فد مشكلة وهذا الوباء الصحي؟ شلون تضمن الطالبة وين كانت؟ عمتها يا أم خالتها؟ زين أنت شلون تأمن؟ زين ثالثا حاصر البيت وانت محصوره يا طالبه بصاله من الساعه 12 الظهر للساعه 7، ام تردي تاخذ راحتك؟ بعد ام البيت الطالبه تتحكم، وصارت عندنا العام جروبات واوت العام جروبات ويعرفون المدرسين، صارت مشاكل ويا مجروبات انتقلت من بيت البيت، تتحكم بكم ام البيت يعني وبهن الاغلبيه لا زينات تتحكم بكم، واثنين ثلاثة حكمت بالجروب انت ساكتة انت نام مدرسة مرتاحة، واذا بطلنا ثلاثة من الجروب او اثنين من الجروب المبلغ لا حد لو ما يتفلش حجي المبلغ يتوزع يضاف مبلغ زايد للمدرسة، قلت انا اريد هلقد على الجروب من تنسحب طالبة انتم حددين مثل 10 طالبات، اذا انسحبين اثنين التندفع عن انت الباقي يتحمل مبلغ. زين وحاصر نفسكم بغرفة صغيرة 7:45 من الساعة 12 او 16 تبدي جروباتكم لحد الساعه 4. زين احاكي نور المجتبى، انا يعني فقط نور المجتبى، انت شو راح تبدا الدوام؟ انت ورا اسبوع 10 ايام فتح الدوام، فتح الدوام اجى كتاب رسمي فتح الدوام. زين انت طيتي فلوس هناك وانا اريد فلوس، لا تقدرين تنسحبين من هناك صارت مشاكل، ولا تقدرين تنسحبين من يمي لان اني الاولى الي، انا اقدم لي 7 دروس وانا مدرستي الاولى على مستوى العراق والعام الاولى والسنه ان شاء الله راح تطلع الاولى واوت العام الاولى، انت ما تقدرين تجاسفين كلها صيح نور المجتبى الاولى. زين انت معقوله على مود ماده مادتين وحاصره نفسك ببيت تضيعين مستقبلك ومدرسه كامله وضيعين هذا البرنامج الرائع؟ هم لا. فسالفه الجروبات نور المجتبى انسوها، نصيحه مني انسوها، لا تدخلين جروب ولا تدخلين دوره ولا تقعدين يوم ولا دقيقه واحده تقعدين بجروب، بس تقعدين بجروب راح تشوشين. زين الجروب راح تقول استاذ هم نفسهم مدرسين؟ لا مو نفس مدرسينا، اذا نفس مدرسينا هم ورا اسبوع بدا الدوام هو نفس المدرسة راح يدرسك. زين انت تبقين تاخذين هنا ماده ونفسيه تاخذين ماده، يعني راح تضيعين وقتك. زين شو راح تداومين يمي بالدعش لحد الاربعة ونص وقروبك بثلاثه او بالاربعة او بالخمسه؟ فهذا لا تستعجلون، اريد الهدوء على كيفكم، الواقع الصحي يتردى او ما يتردى الكل سواسيه بكل الاحوال. كل الاحوال خطتنا لحد 15 8، احنا مأمنين خطتنا لحد 15 8
هاي نصيحتي للوبات. الوضع الوبائي بغلق المعاهد اجاكم كتاب رسمي؟ نعم اجانا كتاب رسمي، ما جوا ايدي، اجانا كتاب رسمي. المدارس ما انغلقت بكتاب رسمي، المدارس ما انغلقت كتاب رسمي، بس المعاهد انغلقت بكتاب رسمي. اجانا كتاب رسمي، فما تنفتح المعاهد الا بكتاب رسمي. المدارس وقت ما يقول وزير التربيه داموا داموا، بس المعاهد الا يوجه لنا كتاب رسمي بالدوام. هاي نقطه مهمه يعني، فاطمئنوا المدارس والمعاهد تنفتح. هذا شيء يعني استاذ اني سمعت ان قلت الدوام الساعه 11. نعم لغايه ايش قال؟ لغايه 4:30. ليش ما يصير الصبح مثلا؟ ايش معنى 11؟ حلو حلو. ارتأت الثانويه حقيقه من اجتمعنا الكادر وتباصرنا بالامر، شفنا ارقى وانسب، وحتى جربنا العام عام دوام من 11 ل 4:30. اولا بالخمسه بال4:30 يطلع الطالب، بالخمسه يوصل للبيت، من الخمسه للثمانية هو عنده استراحه، راح 3 ساعات ينام يصلي يتعشى يرتاح الطالب، يقعد من 8 ل 12 مراجعه للمواد اللي اخذها اللي درسها الاستاذ، درسها الاستاذ صباحا. تمام زين، ورا يرجع ينام ب12 يقعد بال6، من ال6 للـ10 3 ساعات اذا ما كمل المواد يرجع يكملهن، هاي واحد، او يرجع يراجعهن، تبقى عنده ساعه زياده. يتهيأ الطالب بال10، الخط مالته يجي بال10:30، يتهيأ الطالب تاكل لقمه تبدل ترتب حالها تلم جدولها، بال10:30 باب الخط، الخط يجي عليها ينقلها المدرسة بال11، وهكذا بقية الدوام. والله أرقى جدول اسئلوا طالبات العام، أرقى جدول وأرقى مدرسة وأرقى برنامج هو برنامج نور المجتمع على مستوى العراق حقيقة يعني، طبق وفضل الله وهالبيت صار من أرقى البرامج على مستوى العراق. وهسه مدارس بالفعل مدارس العام طبقت ورانا، طبقت ورانا، وإن شاء الله السنة المدارس طبق ورانا، وكل ما نطلع فكرة حلوة جديدة إن شاء الله المحافظة، إحنا نحب ونرتي المدارس تأخذ بأفكارنا اللي أفكار حلوة وأفكار مدروسة، وأي شيء يطور هاي الفكرة إحنا هم وياهم، ونرحب بأي واحد يحب يطور أفكارنا. زين أستاذ، نتائجكم السنوات اللي مضت فوق الرائعة. راح أقول لكم ببساطة حجي ليش هذا البرنامج رائع من العام 2010-2006. لو تلاحظ كلية الطب، راح أحكي فقط على كلية الطب، لا تقولون هندسة، بس على كلية الطب باعتبار الكلية الأولى بالعراق. بس كلية الطب كانت ترفد الكلية 50 طالب، 55 طالب، يعني محافظة واسط مع المحافظات يلا 55 طالب تستقبل، لأن هو هذا عدد كلية الطب، القاعات موجودة بس هو هذا مستوى الطلاب يعني، لأنه 4500. هسه بهذا البرنامج مالتنا فقط نور المجتبى أول العام قدمنا لكلية الطب 42 طالبة مختلف المحافظة، مختلف لا يعني قصدي من نور المجتبى غذينا، لا الأغلبية واسط طبعا هم راحوا، الأغلبية واسط. وهاي السنة الفاتت غذينا 47 طالبة دور أول و27 صاروا 67 فقط نور المجتبى. قبلها كلية الطب كلها تستقبل 55-56 طالب، هسه توسع القبول ليش؟ نتيجة تزايد العدد، فنور المجتبى جاي يغذي والضخ السنة إن شاء الله من 70 إلى 100 بإذن الله تعالى دورين، من 70 إلى 100، فلازم كلية الطب توسع قبولها حقيقة يعني. العام قبل أول العام 4500 طالب طلعوا 7 سنين فما فوق، العام 6000 طالب. زين استاذ، أنا عندي جروب احنا صديقات 5-6 ونريد من نقل يومكم استاذ، خاف تفرقونا بالشعب، شلون ترتيبكم؟ شلون نظام الترتيب قصدك يعني؟ احنا عندنا آلية لطيفة، عندنا مدرسين 2 إنجليزي و2 عربي و2 رياضيات و2 فيزياء و2 كيمياء و2 أحياء. راح نخلي جدول بأسماء المدرسين على الباب، باب الشعبة مثلا شعبة رقم 101 اللي هي شعبة ألف مثلا، و102 على أرقام، احنا راح نخلي أسماء المدرسين لستن على الباب، يجي الطالب طبعا كلهم مدرسين متميزين، كلهم طلعوا بعدهم ميات وراح تطلعون عندهم ميات وبكفالتنا حقيقة يعني. راح تشوفين الأسماء يعني أستاذ، أي مدرس أدرس يمه يخليني أطلع مية؟ أي مدرس بكفالتك؟ بكفالتي أمام مع الله، اجتهادي أمام الله مع اجتهادي أكيد. شاء الطالب خوه مو يعني حجم نفسه مثل الطبيب، أطل العلاج إذا الطبيب إذا المريض ما يأخذه، الطبيب مو فاشل المريض فاشل، صح. نفس الفكرة مضبط. نفس الفكرة، فإحنا مثل الأطباء يعني مع المقارنة يعني. أخلي أسماء الشعبة ألزقها على الباب، تجي الطالبة تقرأ أسماء المدرسين، راح الطب تقعد يمهم، كلهم راح تأخذ المادة يمهم، أنت وصديقتك قاعد، أنت وصديقتك، ما نجبر الطالبة إلا شعبة ألف، هي الطالبة تقتنع، استاذ أنا شعبة ألف راح نسجل شعبة ألف، استاذ أنا شعبة باء، استاذ أنا البارحة دخلت باء أريد أروح الألف اليوم، ما يخالف عادي
صديقتي مثلا اجت ورا يومين عادي كل من ياخذ جروبه ويدخل بالشعب اللي يريده والمدرسين اللي يعجبهم. يعني النقل بين الشعب مفتوح لمده 3-4 ايام. نعم 3-4 ايام ورا للدوام. اها بعد ورا 3-4 ايام بالزايد اسبوع وراها ممنوع النقل لان طالب برغبته قبل، والمدرسين همينه راح يطبين يوم 3-4 محاضرات كلهم مدرسين راعين اخذيها مني بكفالتي. اسالوا الطالبات العام جبنا لهم مدرسين رائعين، والسنه جبنا مدرسين اروع المدرسين عندكم السنه، من اروع المدرسين عندكم السنه ان شاء الله 100، وانتم غامضين اخذوها مني وامام الله اولا وامام هذا المجتمع اللي يسمعني هسه ودا يرحب بكلماتي الطيبه ثانيا. نعم شكرا جزيلا استاذ ورحم الله والديك، تعبتوني الله الف خير، جزاك الله الف والديكم في ميزان حسناتك ان شاء الله. ممنونين لكم والمحافظتنا العزيزه، احنا في خدمه ابناء محافظتنا العزيزه عوائلها الكريمه وبناتهم، ان شاء الله نريد نحط فد بصمه طيبه في محافظتنا العزيزه تستاهل، اهلكم تستاهلون وعوائلهم يستاهلون وبناتهم يستاهلون. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.